يحس بك غير هذاك اليتيم في حالك، راه ما كاينش داك لا هذاك يتيم صغير ما عاقلش ولا هذاك يتيم كبير لا راه صافي راه ما بقاش عاقل، لا راه تيعقل. سواء اليتيم تيبقى يتيم، سواء كبير سواء صغير راه يتيم. كتشوف انا كنت هاد الاجواء هذه ديال عيد الاضحى كنعيشها بواحد المعايير مع با الله يرحمه، كنعيشها في شكل ما ماشي بحال اللي مات با الله يرحمه، كنعيشها كيخرجني نمشي نبقى نقلبوا في الحواله وندورو هاد السوق ونمشيو لسوق اخر ونخرجوا ونقلب معاه الحواله ويقول لي في اللي بغيتي ونتقداو لهنا العطريه ونجيو من العطريه ونمشيو للمرجان نشريو داكشي عاوتاني اللي خاص السفافد والمجمر وداكشي اللي خاص. وشوف واخا البنت كتزوج وكتولي داكشي كتعيش في حياتها الزوجيه بيتها الصغير مع رجلها ووليداتها، كتبقى تبقى عندك الحنين لداكشي. عاودتي دابا حنا الاعياد كامله ولينا الصباح اغلبيه العيد وليت كندوزو كنمشي عند با الله يرحمه وكنجلس معاه، هو كان كيجي عندي وليت انا الا بغيت نشوفه انا خصني نمشي عنده. الحمد لله صراحة حسبي الله وحده ونعم الوكيلة دي. كيف ما خبراتكم الأستاذة زين بخيال مشكورة من هذا المنبر على أن بزاف ديال الانتدابات اللي كنا حاطين عند قاضي التحقيق فخرجت الخبرة على الهواتف وخرجوا الخبرات بزاف اللي خرجوا. وقطعت بزاف ديال الأشواط راه من 2018 وأنا كنقطع في الأشواط، كان راها رحلة طويلة ديال البحث على الحقيقة عاد الالتجاء للقضاء. شوف انا القضية ديال الاعلام من 2018 وانا بغاها، غي كانت عندي شي ظروف ديال الادلة غير كافية ومازال خصني نعزز راسي بزاف ديال الحواج باش ملي نخرج نهضر ما نخرجش نبان كتابة ولا درية صغيرة للناس، فهمتي؟ خاص يكونوا عندي بزاف نكون واقفة على رجلية كيف ما كنقولوا. وبالنسبة للخرجة الأولى صادفات الذكرى ديال الوفاة ديال الأب ديالي بالنهار والشهر، سبحان الله العلي العظيم، ما كنت زعما دايرها بروغرام ولا شي حاجة، ما جات هكاك. وبالنسبة كان عندي تخوف واش غادي يتقبلني الرأي العام واش غيثق فيا واش، ولكن الحمد لله ورضات الوالدين ورضات با حبيبي والحمد لله أنا خارجة كندافع على الحقيقة، ربي ما خيبنيش. راه انا بنته ما يمكنش لي نضيع له حقه، ربه هذاك انا راه تكرفس عليا ضرب عليا تماره قراني كبرني باش يلقاني، على الاقل ما كبرش بين يديا وهزيته وديته للطبيب وكبر بين يديا، ربي يحد له الاجل غير السبب اللي هو اللي ما تقبلتش، اما اجله راه ساله. يعني كواجب ديالي كابنة نوقف وناخذ له حقه ونوقف بعزيمة وإرادة. نضال راه واحد المعركة اللي ماشي سهلة، راه اللي قال سهلة قول لي اجي جرب غير نهار واحد من اللي عشت انا، راه حتى واحد ما يقدر يعيش لداكشي اللي عشت انا. انا بالنسبة لي انا كمرقص حالية، ولكن كتبوا الله هذه. شوف هذه ازمه كيختبر ربي فيها القوه الايمان ديالي وانا حمد الله وشكرا الحمد لله. اول بعد اولا كنحاول نعطي الوقت لداري شويه ولحياتي الشخصيه ولوليدي وراسي والملف ديال با الله يرحمه. اما بالنسبه اللي كينتقدني منه الله كيف ما قلت اتخذ الاجراءات ديالي اللي هي قانونيه وخليتهم منهم الله، خاصهم يعرفوا انهم كينهشوا في اللحم ديالو با اللي هو عند الله، راه ميت عند الله ما قادرش يدافع على راسو وينوض يقول لهم حشومه هادشي اللي كديروا ليا، ولكن انا راه كندافع عليه. يعني هادشي اضطريت ناخذ في حقهم اجراءات اللي هي قانونيه، ناخذ الحق ديال با الله يرحمه. انا محتاجه هذاك محتاجه نسمع هذاك الخبر باش نرتاح، الخبر ديال الاعتقال ديال المجرمين باش نرتاح ونجلس ونعطي حتى انا وقت شويه لصحتي ماشي حتى راسي، لصحتي قبل كل شيء. اللي تغير فيا هو انه جهدي انا واقفه غير بزز، واقفه غير بالقوه والجهد ديال سيدي ربي، اما الداخل والله الا ربي اللي علم بيا. انا راه كيطر عليا النعاس بالليل وكنوض وكنصلي وكنقول يا ربي تفرج عليا يا ربي يسالي هذا الشيء، بغيت هاد الشيء سالي باش نريح. انا هذا راه مسؤوليه على العاتق ديالي، راه تقليد في رقبتي، خصني هذه امانه انا بالنسبه ليا وليت كنشوفها انها امانه ودين خصني انا نوفي به ونحطه. شوف انا غير كنعس بالليل كتوصل الوقيته اللي كان كيجي فيها با الله يرحمه من الخدمه كنتفكر كنقول واكوك الله يرحمه دابا باقي حي كون راه هذه وقيته فاش كيجي بغيت عشاء بغي يجلس. كانت علاقتي مع الاب ديالي
كان اب واخ وصديق، ماشي كان داك الاب المتسلط اللي كتسمعي باك جاي خصك تخباي وتهربي وما تجلسيش معاه في الطابله. لا، ما عشناش حنا هذاك الرعب، ما عيشناش الله يرحمه الله يوسع عليه هذاك الرعب نهائيا. عيشنا واحد العلاقه كانت بيناتنا اللي زوينه، كان خونا وصديقنا عاد اب، كيفاش غندير نتخلى عليه؟ كيفاش غندير نسمح فيه؟ كيفاش غندير؟ ما نقدرش الناس وتلا نعس، اش من تقليد غنمشي بيه انا عند سيدي ربي؟ واش ملي غنمشي غنتدفن غيتدفن معايا شي حد؟ راه ما غيتدفن معايا شي حد، غنمشي عند ربي بداكشي اللي درت. يعني انا كنشوف على ان هاد المعركه اللي انا فيها فهي هي كتبان الناس معركه، ولكن اللي كيخليني ما كنشوف لا عواقب لا مخاطر، انني كنشوفها تقليد في رقبتي. هذه امانه خصني نديها امام ربي في الدنيا ونشهد بها عند ربي في الاخره. علاش نخاف؟ كاين الله. انا من 2018 وانا كنخرج من الصباح حتى العشيه وانا كنجري، كنجي ما كنقدرش نطلع في الدروج، شي سبرديتي كنحيدها وما كنقدرش نطلع حتى في الدروج، بقوه نهار كامل وانا كنجري كنقلب، وخصني نجيب دليل من هنا ونجيب دليل من هنا ونقلب على هنا ونشوف المحكمه فين وصلات ونشوف هنا فين وصلات. هي الطريق اللي انا غاده فيها، هي هذه اللي انا فيها دابا، اللي هي الحمد لله اللي كاينين نتوما، اللي السلطه الرابعه اللي نورتوا الراي العام ووصلتوا الصوت ديال الناس اللي مظلومين بحالي انا. كاين مكاينش غير انا، راه ابتسام بحالها بزاف، غير كاين اللي ما قادش يهضر. شوف غيحس بك غير هذاك اليتيم في حالك، راه ما كاينش داك لا هذاك يتيم صغير ما عاقلش، ولا هذاك يتيم كبير لا راه صافي راه ما بقاش عاقل، لا راه تيعقل. سواء اليتيم تيبقى يتيم، سواء كبير سواء صغير راه يتيم. كتشوف انا كنت هاد الاجواء هادي ديال عيد الاضحى كنعيشها بواحد المعايير مع با الله يرحمه، وكنعيشها في شكل ما ماشي بحال اللي منين مات با الله يرحمه، كنعيشها كيخرجني نمشي نبقى نقلبو في الحواله وندورو هاد السوق ونمشيو لسوق اخر ونخرجو ونقلب معاه الحواله ويقول لي في اللي بغيتي ونتقداو لهنا العطريه ونجيو من العطريه ونمشيو للمرجان نشريو داكشي عاوتاني اللي خاص السفافد والمجمر وداكشي اللي خاص. وشوف واخا البنت كتزوج وكتولي داكشي كتعيش في حياتها الزوجيه بيتها الصغير مع رجلها ووليداتها، كتبقى عندك الحنين لداكشي. عاودتي دابا حنا الاعياد كامله ولينا الصباح اغلبيه العيد وليت كندوزو كنمشي عند با الله يرحمه وكنجلس معاه، هو كان كيجي عندي وليت انا الا بغيت نشوفه انا خصني نمشي عنده. الحمد لله صراحه حسبي الله وحده ونعم الوكيل، هذه الكلمه الوحيده اللي غنقول. وتقول لي انا عارف بنتي حتى شي حاجه ما كطيحها، كيكون عندي شي مشكل في القرايه ولا عندي شي مشكل في حياتي وكنجي وكنقول ليه، كيقول لي انا عارف بنتي راجل حتى شي حاجه ما كطيحها. يا ريت كاع الاباء يتقربوا من بناتهم، ما كاينش الفرق ما بين الولد والبنت، ماشي بالضروره تفرح تيعطيك ربي الولد، حتى عطاك ربي بنت فرح حيت قدرت تلقاها في تاليتك وتلقى فيها الخير. تسمح في كل شيء على ودك وتشوفك انت هو القدوه وانت هو المثال ديالها في حياتها كامله، تبقى غير انت اللي بين عينيها. انا كنهضر سبونطاني، ما كنتصنع، ما كنكذب، ما ولا بوجهي، يعني الا كنت كدابه راه ما نقدرش نخرج نهضر بوجهي وبعينيا وبحركاتي. كنهضر مع الناس بحال كنهضر انا دابا، كنهضر مع 40 مليون نسمه وراء في هذا العالم الافتراضي، ولكن انا كنهضر دابا بحال كنهضر مع شي حد جالس حدايا. مرضي الوالدين اللي كتكون مرضي بالفعل ماشي مرضي غير بالقول، ملي كتكون مرضي وخارج كدافع غير على الحقيقه راه كلشي كيخرج منك، تقدر تبكي وتضحك في نفس الوقت، تقدر تتهضر كتوصل الناس داكشي اللي بغيتي من القلب للقلب. والحمد لله ربي منين كيبغيك كيحبب الخلق ديالو فيك، الناس كتبغيك وهي ما عارفاش علاش كتبغيك، سبحان الله العظيم، هذه مرضات ديال ربي سبحانه وتعالى. عبدي اش غنقول لك، كنبقى جالسه كنقول غير حسبي الله وحده ونعم الوكيل، لا سمح زعما لاي واحد، هو الاجل ديالو سالا، ولكن راه قلت لك السبب اللي ضرني كثر، حسبي الله وحده ونعم الوكيل، ما نسمح ليهم لا في الدنيا لا في الاخر. واخا الحبس ما غيبردليش قلبي، كيتعتقلوا انا حرموني منه، ها هو هما غيتعتقلوا غيتحرموا من الحريه، انا برا تحرم من حقه في الحياه، راه في القبر واش غنمشي نجبدو انا غير دقيقه يهضر معايا؟ راه ما يمكنش. قلت لك ما غيحش بيا اي واحد، غيحس بيا غير اللي بحالي.
اللي في الوضع ديالي هو اللي غيحس بيا. شوف بالله يرحمه كان معقول في خدمته بزاف، دي واحد الحقيقه اللي ما يقدر حتى واحد يبدلها. كان معقول في خدمته بزاف، والدليل هو راه دارو على قد الحال، حياتنا كانت على قد الحال، كنا كنقراو في مدارس حكوميه بحالنا بحال ولاد الشعب كاملين، ما زايد علينا بوالو، زايد عليا غير بنت الكولونيل هي اللي زايده، ولا ملي كان با اي كراد كيطلع كيعيطوا ليا بداك الكراد ديال با الله يرحمه، لا غير. هادشي اللي كان افتخر انني بنتو، كان افتخر انني حامله الكنيه ديالو، اني ملي كنخرج كيقولوا لي بنت فلان، الله اكبر، على قولة الله اكبر. شكرا للمغاربه اللي وقفوا معايا ودعموني وكيسولوا فيا، ولا غبرت غير نهار ولا يومين كيتشوشوا عليا، وليت اختهم وبنتهم وكيشوفوا فيا بزاف. شكرا لهم بزاف، وشكرا لكم نتوما كسلطه رابعه اللي نورتوا الراي العام ووصلتوا الصوت ديالي. شكرا للاستاذ زينب خيار وسي عبد الصمد اللي مشكورين تماما من هذا المنبر على الوقفه ديالهم معنا مساكن. ربي كبير، كاين الله. شوف راه ربي راه ويمكرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صافي يعني بنادم بلا ما يبقى يتسحب ليه، راه الدنيا زايده راه دايزه باش ما عطى الله، باش ما عطى الله راه دايزه. شحال ما عاش الواحد اخرته غيموت، غناخد حق با في الدنيا وغناخدو منهم ان شاء الله بقدره قادر في الاخر. وشوف وهذا ميساج ليهم، غنوصل لهم واحد الرساله انه حسبي الله وحده ونعم الوكيل، ورما الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق.